وها هنا ملحظ مهم، نلحظ أن أكثر الناس في رمضان يقرؤون القرآن في النهار، أما في الليل فلا تكاد تجد قارئا للقرآن، وهذا ولا شك من قلة الفقه، فإن قراءة القرآن في ليالي رمضان أفضل من القراءة في النهار. يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخبر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن. وتأملوا عباد الله، يدارس، كلمة يدارس ليس معناها القراءة فقط، إنما المدارسة بمعنى التدبر. كان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا يدل على أن قراءة القرآن في ليالي رمضان أفضل من قراءتها في النهار. فلا تحرم نفسك، لا تشغلك هذه القنوات الفضائية حتى ولو كانت قنوات إسلامية. ليس معنى هذا أن يذهب وقتك سدى أمام شاشة التلفاز. احفظ ليلك، فإن لله في كل ليلة عتقاء.